يلا حبيبي كيف حالك؟ حيولي سؤال دائما لما تحلق اشوف في علامة هنا في راسك هذه تبان هذه اللي في شعري؟ نعم الحمد لله الحمد لله هذه علامة الجودة أصلي هذا فضل من الله أصلي. الحمد لله أخويا صالح هذه يا حبيبي بعد ما طحت في المسبح وانكسرت رقبتي دخلت المستشفى طبعا أول يوم وقف عني النفس فركبوا لي جهاز أكسجين في رقبتي ما تنفس لمدة سنة الفقرات عندي الثالثة والرابعة والخامسة تكسرت لما تكسرت طبيا قالوا الدكاترة عشان لوقت العملية لازم نسحب الفقرات على وراء فركبوا لي قوس له مسمارين حديد مسمار يركب في راسي في اليسار ومسمار في اليمين والله يدخلوه بالمفك حق الكهرباء طبعا وفي علاقات وراء 20 كيلو وانا نايم على ظهري لا انقلب لا يمين ولا يسار 9 شهور والمسامير في راسي واذا قيح مكان الجرح يحطوه في مكان ثاني فكل الاطباء وانا ابكي ليل ونهار شايل 20 كيلو في راسي كل الاطباء يقولوا لمصلحتك الا امي امي تقول لي يا عبد الله اسال الله يجعله كفاره لك تذكر سماعات الاغاني اللي كنت تحطها في راسك وتنام وقت الصلاه يا الله وفعلا هذا الموقف هذا القوس كانه سماعات اغاني في راسي والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الاثر انه من مات وهو يسمع الغناء يصب الآنك في أذنه أي الحديد الرصاص المذاب بالنار تخيل أنت يقطروا لك شمعة في أذنك كيف تعيش وانت حياتك في القبر البرزخ كله تتعذب بهذا كيف الرصاص المذاب بالنار فمن رحمة الله علي أني ما مت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فأنا رسالتي لأخواني اللي يسمعوا الأغاني واللي يناموا عن الصلاة أنت الآن في فرصة تقدر تغير تبدل الأغاني بالقرآن تبدل الأغاني بالأناشيد لا تجيك الموت فجأة ويكون عقابك الآنك الرصاص المذاب في النار فأنا الآن بسبب هذه العلامات إلى الآن في راسي أقسم بالله أجد ألمها إلى الآن لا إله إلا الله إلى الآن تحط أصبعك عليها كم سنة؟ أتألم 30 سنة الآن الله أجل كيف لو مت وكان عقابي في القبر هذا مسمار يدخل في راسي والله بالمفك حق الكهرباء وعشرين كيلو معلقة فلا تناموا عن الصلاة واتركوا الأغاني لله سبحانه وتعالى رسالة من القلب إلى القلب